أين تتجه الآن تحركات الفصائل والتنظيمات المسلحة؟ نعم، مساء الخير. اتجاه مدينة حمص حقيقة الأمر، مدينة حمص التي انسحب من داخلها عناصر الجيش، عناصر قوات النظام باتجاه طريق حمص طرطوس الدولي. هم متواجدين على الطريق الذي يؤدي إلى طرطوس، رغم وجود قواعد عسكرية كبيرة في محيط المدينة. لم يتلقى الجيش، لم تتلقى قوات النظام دعم من حزب الله، دعم من نخبة حزب الله. ما كان ليلة أمس من بروباغندا إعلامية لإنزال مظلي في منطقة ربيع في ريف حما الغربي، وقالوا حزب الله سوف يأتي وقوات الرضوان واوا إلى آخره. كله كان بروباغندا إعلامية لرفع المعنويات لا أكثر ولا أقل. لكن اليوم الدار الكبيرة والكلية الحربية هي على مرمى كيلومتر واحد. لكن دعني أتأكد مما ذكرته، يعني هل ذكرت عذرا على المقاطعة سيد رامي، أنه هل تقول أنه الجيش السوري انسحب من حمص بأكملها، من داخل مدينة، داخل مدينة حمص، داخل مدينة، مواقع معينة أم كل التمركزات أخلاها؟ لا لا، في تجوال ل يعني نشطاء المرصد داخل المدينة. لم يجدوا إلا عناصر مسلحين محليين من أبناء يعني تلك المناطق المؤيدين للنظام. ما دون ذلك لم يجدوا عناصر من الجيش. ما شاهدوه بأنه عندما تخرجين على أوتوستراد حمص طرطوس يوجد انتشار كبير لعناصر الجيش داخل القوات، داخل الفرق العسكرية. لم يدخل الرجل لأنها هي في محيط المدينة، لكن داخل مدينة حمص لا توجد قوات عسكرية داخل مدينة حمص. هنا يعني لا أقول إشارات استفهام لأن الإشارات استفهام باتت بعيدة. هنا القضية على ما يبدو أن هناك شيء ما سيحصل خلال الساعات القادمة. ودعيني أقول لك أيضا، كان هناك في دمشق من ضابط وصل إلى حمص من دمشق، كان هو موجود في أحد يعني القيادات المهمة في دمشق، قتل يعني ثلاثة عناصر عندما حاولوا، أو ثلاثة ضباط أمس عندما حاولوا الانشقاق، سميه ما شئتي، الانقلاب في أحد القيادات العسكرية في العاصمة دمشق، وهو تمكن من الفرار باتجاه مدينة حمص. هذا بالنسبة لما جرى في حمص، لكن متغيرات كبيرة وكبيرة جدا تحصل في البادية السورية. تحدث الجار عن جزء منها، قوات سوريا الديمقراطية نستطيع القول خلال الساعات القادمة ستكون مسيطرة على 40% من مساحة الأراضي السورية. دير الزور الميليشيات الإيرانية اختفت منها، قادة الميليشيات الإيرانية من الجنسية السورية بأي اتجاه؟ يعني هل انسحبت باتجاهات معينة؟ لا، هو باتجاه البادية انسحبت الميليشيات السورية. قادة الميليشيات الذين مولوا وسلحوا من قبل إيران غادروا دير الزور باتجاه العاصمة دمشق عبر الطائرات. لماذا دمشق؟ لا نعلم، لكن هم غادروا باتجاه العاصمة. هناك قوات انسحبت باتجاه تدمر، أي باتجاه وسط سوريا وباتجاه الغرب. قوات سوريا الديمقراطية قد تدخل خلال الساعات القادمة إلى ليس مدينة دير الزور، بل دير الزور والميادين والبوكمان، إلى أن تصل إلى التلف والسخنة. وهنا يكون يعني هو طريق طهران بيروت انقطع الآن، لا يوجد شيء اسمه طريق طهران بيروت. انسحبت الميليشيات الإيرانية الغير سورية، المراكز الثقافية الإيرانية أغلقت بشكل كامل، انهيار كامل. في الرقة كذلك لم يعد وجود لقوات النظام. الآن يتحضرون للانسحاب من الحسكة والقامشلي، من المربعات الأمنية. الآن وجود قوات النظام الحقيقي هو في العاصمة دمشق، هو في محيط مدينة حمص وفي الساحل السوري. ما دون ذلك لا يوجد وجود لقوات نظام حقيقي في مناطق المصالحات في الغوطة الشرقية. لا يوجد تواجد كبير باستثناء الحواجز. حزب الله لم يساعد النظام، إيران لم تساعد النظام. القرار اتخذ لأنهم غير قادرين أو أنهم لا يريدون، لا نعلم. لكن هذا الكبير التي رسمت في إيران في سوريا انتهت، ومن كان مع إيران تبدل للدفة الأخرى الآن. طيب، أعود إلى مسألة حمص، لأنه ذكرت أنه الآن لم يعد هناك تواجد للجيش في كل مدينة داخل حمص. المدينة. ما الذي تبقى الآن حول مدينة حمص من جيوب قد تكون جيوب مقاومة للتنظيمات المسلحة؟ يعني هل يمكن أن تواجه التنظيمات المسلحة صعوبة في الانتشار والسيطرة على باقي المحافظة؟ يعني هم إذا حمص، أم هي فقط مسألة وقت يعني؟ يعني مسألة وقت. إذا ما قرروا القتال سوف يقاتلوا، لأن هناك طائرات تخرج من المطارات الآن، مطارات العسكرية، وتستهدف المقاتلين في تلبيسة وفي ريف حمص الشمالي. لكن إذا ما قرروا الانسحاب
سيكون كل شيء انتهى في سوريا وليس كل شيء انتهى في حماس، تقصد لأن إن قرر الجيش الانسحاب؟ نعم، إذا قرر الجيش الانسحاب سيكون كل شيء انتهى في سوريا، لأن الآن لا تستطيع القول هي حمص الحلقة الأخيرة، تربط حمص تربط بين دمشق والساحل السوري، لا نريد أن نقول حمص تربط بين دمشق والأراضي العراقية كون أن الطريق انتهى، لم يعد بقى إمكانية لحزب الله أن يستخدم الطريق من لبنان باتجاه العراق، لأن كل شيء انتهى، بدلا من أن تدخل قوات الحشد الشعبي جديدة غير التي دخلت مؤخرا، هناك انسحاب لقوات الحشد الشعبي للقوات العراقية من داخل الأراضي السورية، هناك قوات تحمي المزارات الآن في محيط دمشق، ما دون ذلك لا يوجد على جبهات القتال من نقول بأنه قوات تساند النظام، من كان في الميليشيات رديفة، لكن فقط دعني أعود وأؤكد معك ما ذكرته لنا، وهو مدينة حمص نفسها المدينة، أنه تم رصد غياب كامل لقوات الحكومية الجيش السوري للجيش. من المدينة القوات الرديفة هي موجودة داخل مدينة حمص، وهم مسلحين مؤيدين يحملون أسلحة فردية ويجرون الشوارع في مناطق التي هي تعتبر حاضنة شعبية للنظام، والتي فر معظم سكانها من المدينة. في محيط حمص هناك كثير من الفرق العسكرية، أيضا نقطة أخرى، في الفرقة 26 دفاع جوي انسحب الضباط وأيضا الجنود أو جميعهم أو غالبيتهم لا نعلم ماذا يدور في الداخل من تير معلي باتجاه مدينة حمص. شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، حدثتنا من كوفنتري في بريطانيا. وقد أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن هناك تنسيقا أكد أن هناك تنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا بخصوص الأحداث الأخيرة في سوريا، وأضاف أن قواته تتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية من بينها الحكومة العراقية لحماية مناطقها، كما أشار إلى عدم حصول أي اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام، مؤكدا أن ما يهمه هو ألا تصبح قواته هدفا في المعارك، وأشار إلى أن الحل السياسي في سوريا سيكون أفضل، ودعا الحكومة السورية للدفع نحو هذا المسار. من جهة أخرى، قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إن الهدف من العمليات الأخيرة في سوريا وانتزاع المدن الرئيسية من قبضة الحكومة هو في نهاية المطاف الإطاحة بالرئيس. وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أكد الجولاني أنه يسعى لتشكيل حكومة قائمة على المؤسسات ومجلس يختاره الشعب السوري، مبينا أن سوريا تستحق نظام حكم مؤسسي. أضاف الجولاني أن فصائل المعارضة لا مركزية وتتكون من أيديولوجيات مختلفة، مبديا رغبته في خروج القوات الأجنبية من سوريا. من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تقدم الفصائل المسلحة مستمر في سوريا وهدفهم الوصول إلى دمشق، معربا عن أمله في أن يستمر ذلك من دون مشاكل. وأشار أردوغان إلى أنه لم يتلقى بعد ردا من الأسد بقبول دعوة وجهها له سابقا هذا العام لعقد لقاء وتطبيع العلاقات. المقاتلون السوريون يواصلون تقدمهم ونأمل أن يستمروا في ذلك بدون مشاكل، الهدف هو دمشق. تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية في ظل صمت عالمي واسع، لكننا نراقب التطورات في سوريا عن كثب ونتلقى تقارير استخباراتية وإعلامية بشأنها. وفي نفس السياق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن تركيا تتواصل مع هيئة تحرير الشام عبر أجهزتها الاستخباراتية وتدير حدودا مشتركة مع مناطق نفوذها. كما ذكرت الصحيفة أن هناك أتراكا يعملون على الأرض في الشمال الغربي ومن سوريا الذي تسيطر عليه التنظيمات المسلحة، مرجحة علم أنقرة بشكل مسبق بخطط الهجوم على مواقع الجيش السوري في الشمال. من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. محمد، أهلا بك. تصريحات مهمة جدا أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتحدث بصراحة عن الموقف التركي من كل ما يجري. فعل مروج، هذه تصريحات لافتة عندما يتحدث الرئيس التركي أن الهدف المقبل بات هو
دمشق، ولكنه أشار في ذات الصدد إلى أنه لا يرغب في رؤية مزيد من مثل هذه الأحداث في سوريا. ألقى باللوم على هذه الأحداث على الرئيس السوري بشار الأسد الذي قال وجهنا له نداء من قبل، ولكنه لم يستجب لهذه النداءات لكي يكون هناك حل سلمي للمسألة السورية. في المقابل أيضا يقول الرئيس التركي بأن أنقرة تتابع هذه التطورات عبر التقارير الاستخباراتية والإعلامية، في إشارة ربما رديفة لما جاء في تقارير صحفية غربية بأن أنقرة على اطلاع واتصال وتقدم الدعم لهذه الفصائل السورية المعارضة التي تواصل تقدمها في المدن السورية. لم يعلن الرئيس التركي صراحة تقديم مثل هذا الدعم، ولكن بالسؤال لبعض المصادر التركية عن إذا ما كان هناك فعلا دعم حقيقي من أنقرة لهذه الفصائل، يقولون بأن ما يعني تركيا هو حالة الاستقرار وأن يكون هناك حل خروج من حالة الركود والجمود التي سبقت هذه الأحداث. كان الرئيس السوري يصم أذانه عن كل المساعي الدبلوماسية، ومثل هذه الأحداث من شأنها أن تخلق حتى تفاهمات جديدة على رديفة لتفاهمات أستانا وغيرها الهادفة إلى خفض التصعيد، وهذا ما سيناقشه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال يوم غد مع نظيريه الروسي والإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، ويحاولون التوصل إلى تفاهمات جديدة من شأنها جلب الاستقرار إلى سوريا. تقول المصادر الدبلوماسية ذاتها مروج بأن تركيا غير معنية بانهيار الدولة السورية بالطبع، وجود مؤسسات ودولة هو ضامن لحالة الاستقرار لسوريا، وهذا من شأنها أن ينعكس على أمن تركيا، ولكن ربما يعني يفضلون التعامل حاليا في الفترة المقبلة مع شخص غير الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي واحد من أهداف هذه التحركات باتت واضحة. محمد، فقط أريد أن أتحدث معك عن التقدم الذي تحرزه قوات قسد، قوات سوريا الديمقراطية، والتي نصب لها السيطرة على دير الزور، الميادين، البوكمال، التنف، السخنة، وهي تزحف بشكل قوي. كيف ترصد تركيا هذا التطور؟ تتطلع إليه بعين من الخطورة، وتركيا منذ اللحظة الأولى قالت إنها لن تسمح لقوات سوريا الديمقراطية باستغلال هذه التغيرات الجديدة على الأرض لبسط نفوذها وزيادة نفوذها في شمالي سوريا. تركيا بالطبع تصنف هذه الجماعة إرهابية وتشن عليها حربا منذ سنوات طويلة، وتلوح منذ فترة بشن عملية برية داخل الأراضي السورية لإبعاد خطر هؤلاء المسلحين عن الأراضي السورية. وبالتالي حتى بيان مجلس الأمن القومي بالأمس كان واضحا في هذا الصدد، وقال تركيا تراقب هذه التحركات لهذه الجماعات الإرهابية، تعني سوريا الديمقراطية، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة بحقها لضمان أمن تركيا وسلامتها. نعم.